ذاتيا هذا ما خلفه الإعصار الذي مر على مدينتنا، مدينة نيويورك وجزيرة ستاتن آيلاند التي هي فرع من المدينة العظيمة. فهذا البربيش مصلينه في مع مياه المجاري، مواسير المجاري من عند جيراننا اللي انتم شايفينهم، هايهم يا حرام بنظفوا وهم طلعين اثاثهم برا يا حرام. شايفين ها معناه تضرروا هذول. هاي هاو ار يو، اي هوب نوت تو ماتش دامج. No big deal. Thank God. Yep. All right. Okay. Have a good day. هيهم طلعوا كراسيهم من الشفوهن ويسحبوا المية من البيسمنت. والحمد لله ما تغلبت في شيء. هاي الاسطول والمماسح حاطينها على باب الدار، على باب المحلات. وهاي الناس رجعت على البحر. يا الله رجعوا اليوم على البحر، وغدا عيد الفطر السعيد، عيد الفطر المبارك، وكل عام وحضرتكم بخير جميعا. هاي الناس على المراجيح، كيف اروح يعني؟ يلا تفضل. يا الله شايفين هاي كل العالم. ويخلف على بلدية نيويورك اللي فاتحة مواسير المي، حنفيات رشاش المي اللي هو زي الدش بعدة فتحات. لا والحمد لله رب العالمين، وعادت الأمور إلى طبيعتها. من شارع فاذر شارع البحر، ايهم هذا كانت اللي شو اسم هذه الشمسيه تبعته طايره، الاسم اليافطه الكارما. يا الله. وهذا الافندي هاي فك جميع الخشب اللي كان حاطه على حوالي الدار، هذا بعده ملزق على الشبابيك. يا الله. وانا الان هذه المنطقة اللي هي كانت محطوطة في خارطة ستاتن آيلاند باللون البرتقالي، اللي هي منطقة A اللي هي A يعني بالانجليزي، واللي تضرر اللي كان محتمل ضررها فعلا، في ضرر كثير لانه شايف شجر مقطع، وطبعا مريت عنه. وهذا مستشفى للأمراض العقلية برضو أخلوه، هيهم رجعوهم لأني شايف السيارات مليانة. وبعده بيجي تحت منه اللي هو مستشفى ستاتن آيلاند، أكبر مستشفى في الجزيرة وأحدثها في مدينة نيويورك، ستاتن آيلاند يونيفرسيتي كوليدج. والآن في طريقي إلى محل ناصر الخميس، ومنها إلى بروكلين إن شاء الله. والساعة 3:30 بعد الظهر. هذا صورنا لكم إياه عدة مرات، نعتذر وإلى اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.